أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج نبض الاتحاد. قصة نجاح أتتنا من سوريا إلى دولة الإمارات منذ 27 عاما. السيد صفوان، يسعد مساك. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيكم. بداية أستاذ الكريم، حابين نتعرف بشخصك الكريم. صفوان ناصر، مقيم في الإمارات من حوالي 27 سنة. أستاذ صفوان، بعد حياة عملية حوالي 26 سنة من الجد والتعب، و26 سنة كنا فيها نشتغل في البزنس الخاص، وانتقلنا للحياة الخاصة والبزنس الخاص، وفتحنا أول بزنس لنا على مستوى دولة الإمارات في بداية 2018. ممكن تحكي لنا عن اسم هذا البزنس ومن إيش بتكون؟ هو عبارة عن مقهى وكافتيريا. نعم. تقدم خدمات للزبائن، مشروبات باردة وحارة. نعم. وقت ترفيه، مباريات، تسلية، في يعني تخفيف عن الضغط المتواجد عند بعض الناس لقضاء الأمسيات يعني. صحيح. وملتقى للشباب يعني في المثل. أستاذ كريم، أنا من أول ما فتت لقيت الطابع الكلاسيكي حضرتك مركز عليه، ولقينا أنه متوفر كتير أشياء عم نوفرها للكاستمرز، غير فقط المشروبات، كمان ممكن إحنا نوفر لهم مباريات بشكل عام على شكل دولي. ساعات عمل المقهى عندنا قديش؟ من قديش لقديش؟ نحن نفتح من الساعة 8 صباحا للساعة 2 بالليل. نعم. أوقات الدوام متواصلة بدون توقف. أستاذ كريم، احنا بنعرف انه الامارات او عجمان تحديدا مكتظه في الناس بشكل كتير كبير، والناس هذول دائما لهم رغبات، بس برضو الامارات فيها جنسيات كتير مختلفه. عم توافد عندنا جميع انواع الجنسيات، ولا فقط جنسيات معينه عم تتقبل هيك بزنس؟ لا، هو معظم كل الجنسيات، بالعكس هي منطقه يعني مستقطبه لكل المستثمرين. نعم. كل الجنسيات هون متواجده بشكل مرتاح، وكلهم مستثمرين من كل الجنسيات، ما في جنسيه معينه. سيد الكريم، حضرتك قبل اللقاء خبرتني انك انت عم بتخطط لتوسيع ولاضافه كثير اشياء في المنيو، ممكن تحكي لنا ايش عم نخطط على البعد القريب بالنسبه للبزنس تبعنا؟ نحن راح نضيف بعض المأكولات موجوده هون، سناكس يعني وجبات خفيفه للزبائن. نعم. هذا مرخص انها، مسموح لنا فيها. بحيث انه الزبون يعني لو طلب شيء يعني يكون معظم الرغبات متواجده متوفره للزبائن. أستاذ الكريم، احنا بنعرف دائما البزنس في بداياته صعب، البزنس في بداياته دائما بده تعب كثير، والموظف اللي موجود هون بده يحمل معنا بعض من هذا التعب. ايش عم نحكي للموظفين بالنسبه للكاستمرز؟ كيف عم نقودهم بالنسبه للمعامله، بالنسبه للتقديم، بالنسبه لهالامور؟ هلا فينا بعض الموظفين بيجوا بالبدايه ما في عندهم خبره. نعم. من خلال الموظفين عن القديمين اللي عندهم خبره، بنعمل لهم دوره تدريبيه، يعني بنعلمهم كيف التعامل مع الزبائن، الخدمه، تقديم خدمه يعني افضل، بحيث انه نرضي الزبائن بشكل جيد. على المستقبل القريب، هل انه ممكن انه احنا نتواجد على مستوى 24 ساعه في اليوم؟ احتمال هذا يعني كبير قائم ان شاء الله، بس لحتى يعني بعد فتره قريبه احتمال كبير انه يعني ان شاء الله نشاط 24 ساعه في اليوم. حاولنا نعمل دعايه او حاولنا نعمل اي نوع من انواع الدعايه عشان الناس نستقطب الناس يجوا عندنا؟ نحن حاليا يعني في البدايه ما في عندنا يعني حاليا ما زال مفتتح المشروع جديد. نعم. يعني لسه في البدايات وفي خطوات لعمل دعايات ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ الكريم، احنا بنعرف انه بحكم وجودنا في دولة الامارات، والامارات دائما عودتنا على الطموح والتثابر والنجاح زي ما احنا بنحكي، لازم نتميز في عملنا. انت ايش عم بتشوف او عم تسعى انك تتميز بايش في هذا المكان؟ والله هي افضل شيء بالنسبه للمقاهي والكافتيريا هي الخدمه المميزه، يعني نعم. لازم تقدم خدمه للزبون لحتى يحس براحه، لانه الزبون جاي لهون لحتى يرتاح. صحيح. من ضغط العمل اليومي، فأهم شيء بالنسبة له أنه وجود راحة يعني وخدمة مميزة تكون. في غير أوقات المباريات، هل من الممكن أنه إحنا نوفر للكاستمرز موسيقى هادئة أو شيء من هذا القبيل؟ أكيد هذا متوفر، وإن شاء الله يعني قادم قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سيد الكريم، إحنا دائما بنسعى للتطور والنجاح، ودائما الطموح ما له سقف، كل ما بنطلع الدرجة عم نلاقي درجات كثيرة بدنا نطلع لها. أكيد في حضرتك خطط مستقبلية عم بتخططها، ممكن أعرف إيش بتخطط على البعد القريب بالنسبة لتطوير هذا البزنس؟ على البعد القريب هو تغيير الديكور الداخلي. نعم. لأنه كان قديم وبحاجة لتحسين. إن شاء الله. الزبون بيحب التغيير يعني. صحيح. ما يحس بالملل. تغيير الديكور، الألوان، حتى المفروشات يعني الطاولة أو الكراسي أحيانا بتريح الزبون. خلال قديش ممكن يصير هذا الشيء؟ في خلال أسبوعين على أدنى يعني أكبر تقريب. إن شاء الله يا رب. سيد الكريم، إحنا دائما بنقول التوفيق والنجاح هو سر رب العالمين في البدايه والنهايه، بس بعد رب العالمين في ناس مروا في حياتنا لازم نقول لهم شكرا. مين من هاي الناس اللي ممكن تحكي لها شكرا اللي مروا عليك في حياتك؟ والله
اذا على الصعيد الشخصي في عندي اشخاص قريبين هن اللي يعني ساندوني بالمشروع. احنا نوفر لك هاي الفرصه انك تحكي لهم شكرا. اكيد ولزوجتي كمان اكيد هي اللي ساندتني بهذا المشروع اكثر شيء يعني. الله يخلي لنا اياها. استاذ الكريم، دوله الامارات اللي متوفر فيها نعمه الامن والامان بشكل كثير كبير، وهي النعمه للاسف صارت حلم باوطان عربيه كثير. النعمه هاي تاسس من عهد الشيخ زايد الله يرحمه، اللي اسس وزرع أو وضع خطة لأبنائه، وأبناء زايد مشوا على خطة والدهم، أصبحت إمارات ذكية، إمارات حكومة ذكية إلكترونية موجودة هون، وأصبحنا دائما في رقم واحد على مستوى العالم. إيش بتقول لدولة الإمارات شعبا وحاكما؟ الله يتقدم جزيل الشكر، يعني لولا ما كنت أكيد سعيد ومرتاح ما عشت 27 سنة. صحيح. استمريت يعني. عندهم خطوات تشجيعية للاستثمار بصراحة، خدماتهم مقدمة لكل المستثمرين للمقيمين كثير. نعم. متميزة عن باقي الدول. والدليل انه فعلا لاحظوا الامارات هي اكثر دوله مستقطبه للمستثمرين. نعم. من كل الجنسيات. صحيح. وهذا الشيء اللي شجعني انه فعلا استمر هون. ما شاء الله عليك. سيد كريم، ختاما عم الكاستمرز عم بيتصلوا فينا يحجزوا ولا عم بيلاقوا دائما اول ما يجوا بيلاقوا لهم مكان في هذا المكان؟ في معظم الاحيان لا، في اماكن بس احيانا بصير في زحمه يعني او وقت المباريات. نعم. ففي ناس تجي بتحجز قبل فتره يعني وقت المباريات. الحجز بيصير هون ولا عن طريق الموبايل؟ لا هون بصير. هون بصير. أستاذ صفوان شكرا كثير لك، احنا تشرفنا كثير بزيارتنا لك. اهلا وسهلا فيك. أسرة فريق نبض الاتحاد تتشرف بوجودها مع شخص مثل حضرتك، واهلا وسهلا. الله يسلمكم، شكرا جزيلا لكم، شرفتونا.